ماذا تعني لك القرية؟ للبعض هي متنفس، للبعض الآخر هي هروب. إنما لهن هي مكان تحقيق الذات. ماذا يعني أن تختار امرأة أن تخرج من المدينة لتعيش في القرية؟ مريم وفايزة جعلتا من الزراعة عالمهما المثالي، فهل يصعب بناء مستقبل وسط البراري أم لا شيء مستحيل؟ عسليما ايدي عسليما نشرفوا، مرحبا بكم. مش عارفة إذا ببلش أحكي معكم ولا ببلش آكل صراحة. كثير عاملين إغراءات على الطاولة لدرجة الواحد بطل يعود يركز. بدكم تفسروا لي شو هيدا الشيء اللي على الطاولة، لأنه في إشي ما عم بفهمه. هيدا شو؟ هيدا مين عامله، مريم ولا فايزة؟ مريم. هو صحن تونسي اسمه مصفوف. اي نعم، عملت له لمسه مودرن. لمسه مودرن مع الكريم. وهيدا هيدا تونسي 100% بسيسه، اللي هو حبوب قمح فواكه عسل وزيت زيتون. حلو. هيدا جبن، ريكوتا. ريكوتا ونعمل لمسه تنزيدها شويه عسل. هلا هيدا كله بيو؟ يس. وهيدا العسل جايبتيه اكيد مستورد. أكيد مستورد من الضيعة، من هون من هون من هون. مريم أنت بتصنعي عسل، أي، وهيدا شغف حياتك يعني. أكيد. وفايزة بتحب الأرض، وكل هالبستان اللي إحنا قاعدين فيه لفايزة. أنا متفاجئة إنه في سيدات بتونس هالقد عندهم شغف بالزراعة وأخذوا الزراعة هي مهنة لإلهم. هيدا بيدعي لأنه نتفاجأ، ولا هيدا أمر كتير طبيعي بالنسبة للإمرأة التونسية؟ هو من القديم النساء تعودوا يخدموا مع بعضهم في تونس ولا برشا بلدان. المرأة التونسية. أنت قد إيه عمرك أول شيء؟ 38 سنة. وفايزة قد إيه؟ وأنا قديش تقول عندي عمري أنا؟ قديش يا ربي. أنتوا اللي بتشتغلوا بالأرض ما بتغشوا بأعماركم صراحة. بتبينوا أصغر. أنا 61 سنة. اسم الله عليك. أنا حطيت لك يعني قلت ماكسيموم 50. ما شاء الله 61 سنة عم تشتغلي بالأرض فايزة؟ لا مش 61 سنة، أنا من عام 2000. 2000. أنا كنت قبل كادر في شركة، وبعد خرجت عام 2000 بدلت كومبليتمون الاتجاه. الشركة كانت تابعة للدولة وخلص تركت. تركت وقلت يا نتلا بترابي هنا وكهو. يعني كيف امرأة بتكون عم تشتغل بشركة ومركز ودوام وكهرباء وقهوة وجريدة صباح وما في تعب وعرق وما في تعب وبتنتقل على الأرض، كيف عملتي هالمسار؟ والله يا ما هو نحن في العيلة هذه معناتها إرث من الوالد، دونك والناس الكل خرجوا، أختي مشات لفرنسا، أخواتي كل واحد تلهى بترابه، ونحن قعدنا شكون اللي باش يتلهى؟ أنا عندي غرام بالفلاحة من الصغرى، وليت قلت يا نمشي أنا نتلهى أنا بترابي وتراب أختي وتراب أمي. أنت اهتميت بكل أراضي عائلتك؟ أنا اهتميت بالناس الكل. بالألفين كان سهل إنه امرأة تكون تشتغل بالفلاحة؟ لا صعب، ياسر صعب. شو أكثر صعوبة واجهتيها لما دخلتي على الفلاحة؟ أول صعوبة؟ أول صعوبة هي قلة الخدامة، ما فماش خدامة، اليد العاملة، العمال. وبعد كيفاش تسوق المنتوج متاعك صعب زادة، خاطر تتعامل برشا مع الرجال. دونك والرجال ديما نساء عندهم هما ما بيقبلوا امرأة تحكمهم. ما يقبل امرأة، دونك أما بشوية بشوية معناتها تمركزت وفرصت وجودي، فهمت؟ هلا انت اكثر شيء عندك برتقال صح؟ اي، وقارص ورمان برشا وزراعات. زرعنا زاد القمح المحمودي، هي بذره اصيله من تونس. كله عضوي، كله زراعه عضويه. عندي كلها بيولوجيك. ما
مريم انت من جيل تاني، انت كبنت عمرها 37 38 يعني ليش تروحي على الزراعه؟ عائله الوالد في الفلاحه، الوالد ماهوش فلاح يعني تولدت في العاصمه، ولكن في العطل كنت نمشي للريف بحذا يعني جدتي، وكانت تعجبني نقعد نعدي عطله كامله في الريف، تعجبني الفلاحه تعجبني الطبيعه، وقعدت في نفسي. في 2016 كان فما بعض الثوره، برشا مشاكل وبرشا كيما نقولوا ستريس. اول فرصه جاتني قلت نخرج من الشغل، نمشي ننطلق نعمل مشروعي الخاص في الفلاحه. شو كنت تشتغل؟ كنت نخدم في شركه بتروليه. اكيد ما هيش خطوه سهله، وانا يعني قعدت مده باش خديت القرار، ولقيت المسانده من الاول من العائله، معناها اختك يعني قاعده معنا على الطاوله اختك الصغيره اختي الصغيره وافقتوا على خياره او قلت شو هالمجنونه اختي جاي تعمل رايحه من شركه على النحلات؟ يعني فهمنا من الاول القصه معناها، وكل فضنا انها كنت تبطل من خدمه، يعني كانت هكا معناها باش تمشي هكا حاجات تعريف ومتاع. طب قليلي بكلمه، قليلي بكلمه، قلتي عنا مجنونه؟ اي كلهم ورفيقتك كمان كلهم هلا بعدكم بتقولوا عنا مجنونه؟ لا الحمد لله صرنا مجانين كيفها. طب كيف بتحب النحل هلا فسري لنا؟ ما كنتش نحب النحل وكانت عندي فوبيا كبيره من النحل. كيف تخطيتي هذا الخوف ورحتي على تربيتهم؟ هو اكيد خطوه مش سهله. كيما اخذت القرار اني نخرج نترك شغلي ونبدا مغامره الفلاحه، قلت انا بديت المغامره خليني ناخذ نيو تشالنج، تحدي جديد. تحدي جديد، انا عندي فوبيا من النحل، خليني نتغلب عليه. بدك تتحدى الفوبيا؟ ما عندي حتى شيء باش نخسره. انت هيك شخصيتك تتحدى الاشياء اللي بتخوفك؟ عديدة. برافو عليك. اول نهار التوا نتفكروا كان يوم صعب 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 صعب. ليش صعب؟ في التطبيق انا كنت بعيده بعد 20 متر، ابعد من السياره ابعد بعد 20 متر، وهذا الكل نحل جاني خاطر هما نحنا نفرزوا رائحه خوف. كيما عند كيما الكلب يحسها، برشا حيوانات يحسها. يعني انا هلا ما لازم خاف. اوكي لازم نكون نفس واي. اما انا خوف شديد، معناه خوف يعني يمنعني من التحرك. طب وكيف بيروحوا؟ كيف ما راحوا؟ لا ما راحت، ما راحوا، راحوا معك على البيت. ليه 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 يتابعوك 100 متر، يمشي معك 100 متر يتبعك ويهجمك على 100 متر، بعد 100 متر يعرف ان انت بعيده على البيت نتاعو ويمشي. بديت بشويه بشويه نتعلم نتشجع، والخوف ما مشيش في صفيصه. شو هيدا؟ الخوف ما مشيش. شو؟ ما مشيش في صفيصه. في صفيصه بسرعه بسرعه. هلا بدك تعلميني كل شيء وتخبريني كيف تطورت حياتك المهنيه انت وفايزه. ان شاء الله فينا ناكل بس هلا. اكيد. هذا خبز بربري حلو. خبز واو بربري كثير طيب. شو بعد في شيء انتم منتجاتكم غير العسل؟ حطينا عسل، عندنا الصباح ديما هذيك تابونه بزيت زيتون والعسل، نحطه في الصحن عسل مع زيت زيتون وناكلوه مع بعض. مع بعض زيت الزيتون والعسل مع بعض. مع بعض يلا رح نجربها. هيدي تونسيه هيدي الشغله. نجيب لك صحن. اول مره بسمع انه بحطوا زيت زيتون مع العسل مع بعض. ليه صبح فطور صباح؟ على فكره اطيب زيت زيتون انا اكلته بتونس. لحظه كراويه. واو طعمه قوي شويه. بنين صحة. فايزة كيف تعلمت الزراعة؟ تعلمت أنا والدي هو مهندس في الفلاحة. دونك تعلمت شوية معاه، ونحن ديما كنا عايشين في فيرمات كين هكا. فيرمة هذه يعني من أنت وصغيرة بتعرفي بتفهمي بالأرض؟ ملي نحن صغار وعايشين في الأرض. دونك بشوية بشوية تغرمت هكايا. وشو درست بالجامعة؟ درست تصرف هنا. شو يعني تصرف؟ جستيون معناتها. أوكي يعني إدارة أعمال. إدارة أعمال. ومشيت لفرنسا كملت في الادمينستراسيون ايكونوميك سوسيال، يعني الاداره الاقتصاديه والاجتماعيه. ولا وانا الاصل امي فرنسويه. امك فرنسيه؟ طب ليه الخيار ما كان انك تبقي بفرنسا؟
جاتي على تونس؟ والله هو حب البلاد سورتو. كنا هنا ونحن التوانسة بلو شالورو معناتها، هما الفرنسيس شوية باردين. فايزة يعني صار لك من 2000؟ من عام 2000 دونك شديت لهنا. يعني عندك 23 سنة في الفلاحة. شو أصعب مرحلة كانت بها 23 سنة عشتيها؟ والله المرحلة الأول معناتها المرة الأولى دخلت من غير ما عملت تكوين. أنا قلت لك في الاقتصاد مانيش بعيد شوية على الفلاحة ولو مارستها. فهمت؟ بس ساعدك الاقتصاد للدير العمل لإدارة ساعدني للحساب نحسبها كيفاش قديش. أما في التقنية لازمك دي كونيسانس معناتها اختصاصات في الفلاحة. حلو. دونك مشيت عملت فورماسيون هنا في المكتب في بجاوة. دربت يعني. ما عم تعمل سمرة عند الرمانة، بتفتح هيك ورد وتطيح الورد ولد وردة. قلتك عم بسقيها كثير؟ مش لازم اعطيها؟ لا ما تسقيهاش كثير، شوية شوية. اما بعد ما تعمل تو هاي هذه مثلا ولات رمانة صغيرة ريتها. هيدا العالم حلو او قاسي؟ حلو برشا وكاليتي دفي معناتها نوعية حياة. نوعية حياة حلوة وراقية. بتطول العمر؟ اي تطول وترتحك. ما فماش لا حس. شو ترتحك يعني؟ معناتها كلمي. بتصير رايقة وهادية. هادية. حلو. هديك. خير من اللي كنت في الوظيفة العامة. كنت دايما ستريسي معصبة. ستريس وريونيون وتروح مأخر. والأولاد يبدأوا في الدار وقتها صغيرات كانوا. كم ولد عندك؟ عندي 3 بنات وولد. بسم الله. ولا نهار جيت قلت لحالك يا فايزة صار عمر صرت بالستين صار لازم تتقاعدي؟ ما نجمش ما نجمش، خاطر كان تقعد لازمني نتلهى في التراب، لازمني غرام هكا. هلا انت عايشه بتونس وبتجي على ارضك؟ لا عايشه في ارضي. انا خلص. عايشه هنا في وسط الثانيه. خلاص صرت عايشه هون. انا درج ونكون في في في, في العمل نتاعي في في مكان العمل. طب الزراعه، العمل بالزراعه منه مضمون يعني، في موسم بيكون منيح وموسم بيكون عاطل. كم موسم عاطل شفت بحياتك؟ مثلا الموسم اللي فات أول مرة في حياتي، أول مرة في 20 سنة نشوف اللي نقص في الإنتاج في البرقدان. أول مرة صار لي هكا في البرتقال. أي في البرتقال في بلد تونس كاملة. من الجفاف؟ من الجفاف في الكونديسيون كليماتيك خايبة خايبة، ولات نقص الماء وسخانة بكثير. مكلف الاستثمار بالأرض؟ مكلف مكلف بيان سور. انت كان احلى موسم عندك؟ لا برشا مواسم، انا برشا كل موسم فيه برشا بركه. برشا بركه. شو اللي بيميز ارضك عن غيرك؟ والله انا مثلا البرقدان ما ذقتش برقدان ابل من برقداني الحقيقه نتاع ربي. ما نجمش ناكل اطيب برتقال بتونس. هو بتونس هو نتاعي. السيدات بتونس بيحبوا الزراعة؟ بيدخلوا بالزراعة؟ توا واللي برشا نساء، كانت بقلة وقت اللي أنا كنت نخدم فيها نمارس فيها ما كانوش برشا نساء، توا واللي كثروا برشا معناتها. كيف بتساعدوا بعضكم؟ تدعموا بعض؟ مثلا أنا دخلت في شركة هنا عملنا جي دي معناتها المجمع نتاعنا، مجمع نتاع نساء نتاع الفلاحة هذه نتاع النحل. حلو. نشوف النحل كنا لمينا بعضنا نساء ساعدوا بعضكم. نلموا بعضنا في البرودكسيون في الخدمه في الشريان نشريو مع بعضنا. حلو. تتكلف اقل. اذا بقول لك هلا فايزه انه انت كان مستحيل كامراه تشتغلي بالفلاحه، شو بتقولي لي؟ نقول لها لا، المراه في الفلاحه موجوده، لازمها تفرز وجودها، لازمها أكثر تخدم بالك شيء أكثر من الرجال باش معناتها تفرز روحها. أما علاش تنجم كي الراجل إكزاكتومون كي الراجل. حلو. أي تنجم. لا شيء مستحيل يعني؟ لا شيء مستحيل، لا شيء أبدا أبدا. زال هذا سمو.
هلا كل ما بدك تروحي على النحلات هيك بتلبسي؟ اكيد. اول حاجه في تربيه النحل هي الحمايه. النحال يلزم يحمي روحه قبل ما يبدا العمل نتاعه. يعني هلا اذا عقصتك نحله شو بيصير؟ توا تسنست، القارس عنده اعراض طفيفه، قبل كنت في صيفه انتفاخ كبير. صار عندك مناعه هلا يعني؟ عندي مناعه. انت هلا عايشه من وراء النحل؟ اي هو هيدا حياتك، هيدا هو مورد رزقي. اكيد مورد رزقك. هو مورد رزقي وبكفي بعيش هذا الدومين، هذا المجال. هو بصراحه مع الجفاف والسنوات البارتا كانت قاسيه علينا اكيد. لا ما عاد يكفي هذيك، علاش طورت المشروع نتاعي وليت نعمل شموع بشمع النحل الطبيعي، مواد تجميل، لكن ديما فما خوف انه يتسرق لي النحل، انه الشخص اللي تحطه عنده في ثقة. لا لا، انه مسرقش مرة نحلك؟ لا مش تسرق، اما كانت فما شبه محاولة سرقة. فتح بيوت اخذ عسل منها. اي والحاجة الاخرى انه مش اي مكان يكون امن. دغري بتلاقي الاحترام بهالمجال او في صعوبات قبل ما يصير؟ اكيد من الاول يعني يقبضوك جد مثل ما نحن بنقول. من الاول اي اكيد كان فما نوع من الهزل. هزل؟ اي يضحكوا عليك يعني؟ اي يضحكوا، خاطر كنت عندي احلام كبيره، وانه انا خاصه مانيش جايه من وسط ريفي ومانيش عندي خبره، ما عنديش خبره في الميدان. تحكي فرنسي مثلا؟ ليه حاولت نحيت ميك اب، نحيت طريقه اللبس نتاعي، يعني لازم فما لبس معين في الوسط اللي نخدم فيه، طريقه الكلام لازم طريقه معينه. وخاصه انك تتعلم وتستخبر، معناها لازم كي تكون مع عباد تحكي معاهم يفهموك وتفهم فيش يحكيو. يعني قريت برشا وتكونت برشا باش كي نقعد في اجتماع والا معنا حالين اخرين نعرف فيش يحكيو ونجم نناقش ونجم نجاوب. وفرضت الاحترام. نحن ننقلوا النحل من بقعه لبقعه، يعني من مكان لمكان باش نلقاو المرعى، خاصه في تونس ماهيش بلاد كبيره برشا، هذاك علاش المرعى مثلا الضيعه هذه الاسبوع الفارط كان فيها زهر البرتقال، توا ما فما حتى زهر فيها، هذاك علاش نقلنا الزهر التابل. في تنقيله يعني من مكان لمكان تعبت وكنت مرهقه، والبنات اللي معانا الجروب كانوا مرهقين. اتصلنا بشخص باش ينقل لنا نحل وما وقفناش على التنقيل نتاعنا. بعد بيومين مشينا نلقاو نحل ميت. اكبر غلطه عملتها في كل النحل، اغلبيه النحل مش كله. في اي مشروع يلزمك نقولوا نحن بالتونسي تقف على مشروع. قد ايه مرهقه هالمهنه؟ مرهقه اكيد. نوصل خاصة إذا كان فما تنقيل بالليل نقلو، ما نقلوش بالنهار، خاطر النحل لازمنا نتأكدوا إنه روح الكل، خاطر هو يقعد يستريح. فما نصف النحل الحاضن موجود في البيت ونصف النحل شغالات البرة، يعني بعد المغرب كل النحل يروح، نهزوه نقلو النحل في الليل وتكون تدوم حتى للصبح وتدوم أيامات حسب عدد المرعى. والمسافه تختلف انتي ومشي هذا مش صعبه على امراه؟ صعب. وصعب والبعض للبعض فما صارت لهم مشاكل مثلا مع الازواج نتاعهم، مع العائلات. يعني انك تروح متزوجه مش متزوجه ولاقية يعني الوالد نتاعي متفهم والوالده متفهمه. والوالد يمشي معايا متزوجه النحلات هاتك. اكيد علاقه عشق وغرام ما تنتهيش. طب اعطيني شو سبب عشقك للنحل؟ شو السبب يعني بدي افهم؟ يمكن بديت بعلاقه كره، تعرفها علاقه الحب اللي تبدا بكره. انت هيك بتحبي بتكرهي للواحد اول شيء؟ يمكن كمان بالحب. بديت بخوف شديد وخوف شديد والخوف هذاك اكتشفت اني كنت ظالمه النحل اللي هو حيوان لطيف وعالم النحل عالم شو كبير. شو احلى شيء بتحبيه بالطريقه اللي بيشتغل فيها النحل؟ هيك بتنبهري قدامه. اول الربيع في الشتاء يضعف النحل، اول الربيع يرجع يبني شهد ابيض ويرجع، يعني منكم بيت تكون ضعيفه تقول ماهيش باش تكمل الموسم، لكن تمشي تغيب عليها اسبوع، بعد اسبوع ترقاها يعني في شكل اخر. الله عن جد ما يعني ما نفكر النحل عن الابهاري بالاعجاز نتاعو.
وين بتحس بدك توصل بهذا المهنة؟ خرجت من الهدف الشخصي للهدف الجامعي. يعني أنا طبعا ما عادش نغزر مريم شنية نجم تعمل. مريم والمجموعة اللي معايا البنات شنية نجمو نعملو. نحب نكبرو في الحلم نتاعنا نعملو. صرتوا مجموعة بطلت فرد. مجموعة. أقوى هيك صرتوا صح؟ أقوى وحتى الأهداف نتاعنا أكبر. برافو. ومتنوعة وأحسن لأنه كما نقولوا حمل الجامعة ريش. هالمهنة كتير فيها خسارات ومش محسوبة. فما الأخطاء. فيها مخاطرة. فما الأخطاء الطبيعية. وفما الأخطاء البشرية. البشرية يعني الأخطاء أنت قبلانة فيها؟ قبلانة بمخاطرة؟ قابلة وما فهميش حتى شيء مستحيل نعرف لي أنا إذا كنت حطمرة نجم نعاود الخسارة أكثر من الربح ولا الربح أكثر من الخسارة؟ أنت ونظرتك أنا نظرتي المشروع متاعي ما هوش كان المساري وما هوش كان عسل في سنوات تعرفت على برشا أشخاص مهمين في حياتي كما فايزة كما لبنات يعني نحن نقوله فما مثل تونسي معرفتك بالناس كنوز في شيء مستحيل؟ لا أبداً؟ أبداً حتى أنه امرأة تشتغل بالنحل و... وتنقل نحل وبيوت نحل مش نعطيك مثل في راسي إذا كنا نريد نستطيع لا شيء مستحيل إذا كان حطينا هدف في حياتنا أكيد نوصل له نهجم ترانا معنا واو واو شو حلو معك حق تنغرمي فيهم عن جد انه معجزة طب وين الكوين تبعهم ملكة الكوين لازم تكون محدودة بتشوفها عن جد انها بتبين الى حبيبها بيخبيوها؟ ايه واو هذا عسل وحضنة وإلى شكل مختلف يعني؟ اي تكون أكبر؟ أكبر اي والذكر كيف يكون أكبر وما عنده شوكة ما يلسع الذكر لطيف المرأة مسمى المرأة هي هي القصة كلها المرأة مثل الأم تدافع عن أولادها إنه هيك جست اللي أنا مش نوريك هذا النحل من مختلف المراحل فما إذا كان طبع السطر هذا مش مشكلة حتى عاوده السطر هذا جست السطر اللي أنا سطرته لك أمسك أمسك ما تخافش أمسك في أمسك أي ما تخافش اوكي لازم الاضاءه تكون مساعدتك باش نجم تشوف شو بدي اشوف شوف الخط اللي سطرته لك هذا عسل من الخارج للداخل لا هو حضنه من الخارج للداخل هو مختلف المراحل وهي لين توصل للمرحله هذه شو حلو لازم الاضاءه حسبك انت ايه عم شوف العسل ايه هيدا ولا هن عم يخلقوه ابيض ايه الابيض شو الابيض اللي هذيك حضنه شو يعني حضنه حضنه هي دودة النحل النحل بس هيدا عسل هون هي النحلة تكون بيضة ايه دودة ثم شرنقة شرنقة اخر مرحلة برافو خبروني قصة الملكة كيف بتجيب لنا كل هالولاد الملكة هي اول شيء الملكة مسؤول هي بتجيب اولاد فقط هي 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 وظيفتها الأساسية الأولى هي الانجاب البيض الملكة تكون لما تخرج تتم الولادة متاحة بعض أيامات تخرج الملكة العذراء في زواج ملكي مارياج برونيبسيال في الهواء ويكون الطقس ملائم والأجواء ملائمة وقت اللي تخرج في الفضاء الذكور يكونوا في تسابق من سيقوم بتلقيح الملكة في تسابق في الفضاء هيك الزواج بصير بالزواج دونك الى ان يمتلئ عندها جيب خاص بالحيوانات المنويه الى ان يمتلئ ذلك الجيب يتم تلقح كم رجل يلقحها يعني يمكن تخلط الى 8 6 7 8 يمكن تصل الى 8 مره فقط في حياتها يعني مره فقط يتم التزاوج هذاك وخلاص بتموت يعني من بعده ولا بعد اي لا يتم طردها مع بعض الشغلات عنجه اي هو هذا يعني في بيت التربية إذا لم يكن لك شغل ليس لك مكان ما عندكش مكان أجد أن طريقة العمل في بيت التربية هو أحسن مثال وأحسن يجب اتباعه بصراحة لكل دور ويجب عليه القيام به وإلا فطرد مصيره
بين كل مجموعة إناس بتلاقي ذكر واحد؟ بعض الذكور مش كتار الذكور؟ هلا واحد، هلا اثنين، هلا ثلاثة. طب الذكر ما بيلقح غير الملكة أبداً ولا شيء؟ ما عنده حتى دور في بيت التربية، لذلك عندما يقل المرعى وإلا في الشتاء تتم هناك طرد جماعي كمان؟ موتهم الموت جماعي والله الإناث يعدمون الرجال مش يعدمهم يطردوهم يطردوهم للبرد وللجوع يموتوا هنا تلقى جثث كبيرة متاعنا ذكور النحل في فترة الشتاء هذا شو؟ هذا حبوب اللقاح هذا أقوى مكمل غذائي طبيعي نقوم بالاستخراج متاعه حبيبات هذا عسل وهذا حضنة كالنحلة امتص رحيق الجمال على هذه الأرض واصنع منه مملكتك رويداً رويداً جمع شتات مستقبلك واجه العواصف والمعوقات بثبات شجرة عنيدة الجذور لا تقبل أن تحبطك كلمة لا فتلك دائماً يجب أن يتبعها لا شيء مستحيل.